حضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا هذا اليوم مراسم تتويج الفائزين في البطولة العسكرية للقفز على الحواجز، والتي أقيمت في إطار فعاليات مهرجان وينسور الملكي للقدرة والفروسية في الحديقة الملكية لقلعة وينسور. كما حضر الحفل كبار الشخصيات البريطانية وجمهور غفير من محبي رياضة الفروسية. وقد أقيمت بطولة القفز على الحواجز على كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وكأس البطولة العسكرية للقفز على الحواجز، وقد بدأت مراسم التتويج بعزف السلام الملكي البريطاني. بعد ذلك انطلق من أمام المنصة الملكية طابور الفرق العسكرية المشاركة في البطولة العسكرية للقفز على الحواجز والفريق البحريني المشارك في البطولة. وفي نهاية السباق قام صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا بتتويج الفائزين في هذا السباق، حيث قامت جلالة ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا بتتويج عدد من الفرسان في البطولة. وحقق فريق قوى الدفاع البحرين التابع للاتحاد العسكري الرياضي المركز الأول في البطولة العسكرية للقفز على الحواجز. وتواجه جلالة الملك المفدى فريق قوى الدفاع البحرين والمكون من الفارس الشيخ عيسى بن سلمان بن محمد الخليفة والفريق رقيب أول أحمد منصور والفارس جندي أول صابر حسن الفائز بكأس البطولة. كما قام جلالة الملك المفدى بتكريم الفرسان الثلاثة الفائزين في مسابقة القدرة، وقام جلالته بتكريم الفارس جعفر ميرزا من الفريق الملكي للقدرة بفوزه بالمركز الخامس في سباق القدرة لمسافة 120 كيلومتر، وتكريم الفارس علي السبيعي من الفريق الملكي البحريني الفائز بالمركز الأول لمسافة 80 كيلومتر. كما قام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية بتكريم الفائز بكأس جلالة الملك المفدى للقفز على الحواجز والذي فاز به الفارس عبد السعيد من جمهورية مصر العربية الشقيقة. كما كرم سموه الفرسان الفائزين بالمراكز الأخرى. وفي ختام السباق صافح جلالة الملك المفدى جلالة ملكة المملكة المتحدة معربا حفظه الله عن خالص شكره وتقديره لجلالتها على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا جلالته بحرص واهتمام صاحبة الجلالة بدعم وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة بين البلدين، مؤكدا جلالة الملك المفدى أن مشاركة مملكة البحرين في هذا السباق تأتي انطلاقا من التعاون الوثيق وعمق وخصوصية العلاقات العريقة والمتميزة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، والتي تستند إلى إرث ممتد من التفاهم والصداقة والاحترام المتبادل. كما أكد جلالته حرص مملكة البحرين على المشاركة في مثل هذه السباقات العريقة بأرقى الخيول لما تحظى به من شهرة عالمية وتنافسية عالية تستقطب الفرسان والفرق من جميع أنحاء العالم، بما يسهم في تبادل الخبرات حول مستقبل أفضل وواعد لسباقات الخيل والفروسية. مشيرا جلالته حفظه الله إلى أن هذه المشاركة شكلت فرصة لفرسان البحرين لتبادل واكتساب المزيد من الخبرات وتعزيز التواصل والتعارف مع الفرسان المشاركين من الدول الشقيقة والصديقة.
ثم قدم العميد ركن بحري نعمان راشد الحسن أمين سر الاتحاد الرياضي العسكري أعضاء الفريق العسكري البحريني الفائز بكأس البطولة العسكرية للسلام على جلالته، حيث هنأهم جلالته بهذه المناسبة لتحقيقهم هذا الإنجاز الرياضي المشرف الذي يضاف إلى الإنجازات الرياضية التي حققها أبناء البحرين في مختلف اللقاءات الرياضية، مشيدا جلالته بكفاءة أعضاء الفريق وما أظهروه من أداء متميز أظهر قدرات فرسان البحرين وأصرارهم على تحقيق الفوز وتشريف بلدهم، متمنيا لهم دوام التوفيق واستمرار النجاح. وعلى هامش هذه البطولة شاركت مملكة البحرين ممثلة في هيئة البحرين للسياحة والمعارض بجناح المملكة، حيث تم عرض مختلف الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والفنون الشعبية. كما قام أعضاء وفد الهيئة بالترويج لمملكة البحرين كواجهة سياحية تستقطب العديد من الزوار والسواح من مختلف دول العالم.